السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية، حبس مرتضى منصور شهر مع النفاذ. أعلن الأستاذ محمد عثمان محامي النادي الأهلي ومحامي الكابتن محمود الخطيب عن حبس مرتضى منصور في القضية اللي كان اتحبس فيها أو طلع فيها حكم بالحبس سنة، ومرتضى منصور استأنف على هذا الحكم، وكان اليوم موعد الاستئناف على هذا الحكم، وصدر الحكم بحبسه شهر مع الشغل والنفاذ وتبدأ من اليوم. في ناس بتسأل عن الحكم اللي صدر من في يوم 17/7 الخاص بحبس مرتضى منصور سنة مع إيقاف التنفيذ. بعض المحاميين قالوا إن هذا الحكم لن ينفذ، يعني أنت عارف لما يبقى في حكم بالإيقاف لما تاخد حكم فالحكم بيتنفذ، فقالوا لك هذا الحكم لن ينفذ. ليه هذا الحكم لن ينفذ؟ لأن الحكم اللي صدر اليوم شهر فقط أقل من السنة، وقالوا إنه يستلزم إن يكون الحكم سنة أو أكتر علشان الحكم القديم يتم تنفيذه مع الحكم الجديد. فالحكم اللي هينفذ على مرتضى منصور هو الحبس شهر من الآن. شهر القصة حاليا بقى، حكم الشهر ده، هل الحكم على مرتضى منصور بشهر يستوجب إقالته من منصبه كرئيس لنادي الزمالك؟ انا محتاج ناس تفتي بعض في القانون بتاع قانون الرياضة، ان اي رئيس مؤسسة رياضية يحصل على حكم بالحبس يتم عزله من منصبه، وده اللي استند اليه هاني زادة لما وكل المحامي طارق جميل سعيد لعزل مرتضى منصور في سنة مع ايقاف التنفيذ. ده بقى شهر مع الشغل والنفاذ. اعتقد بنسبة كبيرة ان هذا الحكم سيكون نهاية لو تم تطبيق القانون، واعتقد يعني سيطبق انه لو تم هيتحبس خلاص مع الحكم الشهر ده. مرتضى منصور المفروض يتم عزله من رئاسة نادي الزمالك وابعاده عن المشهد الرياضي، ولا يمارس اي نشاط رياضي، ولا يرأس أي مؤسسة رياضية لمدة 5 سنوات. ربنا يدينا ويديكم العمر. هنا مرتضى منصور فضل كل شوية خليك الخطيب بتاع بيانات وبتاع مش وبلاغات، وأنا ده ملعبي، ده القانون ده لعبتي، ده القانون ده ملعبي، وكأن القانون لعبة، وكأن مصائر الناس لعبة، وكأني علشان عارف ثغرات القانون أفعل ما يحلو لي من هجوم. فالراجل هنيئا للخطيب برئاسة النادي الأهلي وبالحرية، وهنيئا لك بما فزت به يا مرتضى يا منصور. فرحة عارمة، فرحة عارمة في الوسط الرياضي المصري، وخاصة الوسط الأهلاوي. طبعا بعض التابعين أو مشجعين مرتضى منصور وليس مشجعي نادي الزمالك، لأن عدد كبير من مشجعي نادي الزمالك كان يرفض ما يقوم به مرتضى منصور. البعض الآخر الذين لهم علاقة خاصة أو علاقة مباشرة مع مرتضى منصور، وتاني هام هذا الحكم حكم سيجعل الجميع يفكر قبل أن يتفوه بأي كلمة. أحمد جمال، خالد الغندور، الفولي، الشرقاوي، الجويلي، اي حد بيظهر على قناه نادي الزمالك ويتكلم، واتمنى انه يبقى فيه الرجوع لحلقات سابقه ويتم رفع قضايا على هؤلاء. والان اعتقد بنسبه كبيره احمد جمال بعد المكالمه اللي دارت ما بينه وما بين مرتضى، التسريب اللي كلنا سمعناه، وشتم فيه شوبير بالفاظ خارجه، وسيد عبد الحفيظ والعمري فاروق وخالد مرتجي، وهؤلاء رافعين قضايا على احمد جمال، ومرتضى منصور اعترف لك واعتذر ورجع بعد كده انكر. لكن اعتقد بعد حبس الراس الكبيره، بعد حبس مرتضى منصور اللي الكل بيستخبى فيه، اعتقد كله دلوقتي دخل البحور،
أعتقد كل اللي بيتجاوز وكل السفلة وكل قليلات الأدب وكل اللي تطاوله على النادي الأهلي وعلى مسؤولي النادي الأهلي وعلى أي حد من البشر بيعمل في مجال عام، أعتقد دلوقتي مستخبي في الجحور. وهذا الحكم يعني شاف صدور ناس كثيرة. يعني إن شاء الله القادم أفضل لينا ولأولادنا والبلد بإذن رب العالمين والوسط الرياضي. يعني مباراة لوسيل افتتاح ملعب اللي هيكون هيستضيف نهائي كأس العالم في قطر، القصة لا زالت خد النادية بلاها سوسو، خد سوسو بلاها نادية. الناس عايزين النادي الأهلي، القصة ملهاش علاقة ببطل الدوري ولا لها علاقة بأي حاجة. يعني إن الشركات الراعية عايزة النادي الأهلي، لكن اتحاد الكورة وحازم إمام هما بيقولوا خد بطل الدوري. يا عم أنا ماليش علاقة ببطل، أنا عايز النادي الأهلي، الأهلي المصري ونادي الهلال يعني. لكن هننتظر في النهاية من سيذهب، فيها جرشينات حلوة يعني، فيها شوية جرشينات حلوة. بالنسبة للسوبر الأفريقي، السوبر الأفريقي باتريس موتسيبي النهاردة كان في اجتماع في الاتحاد في تنزانيا، وكان حضره عمرو شاهين ممثل عن النادي الأهلي شركة كرة بالنادي الأهلي، وكان باتريس موتسيبي وكان موجود أنفانتينو رئيس الفيفا، اتكلموا في دوري السوبر الاوروبي وخدوا قرار خلاص انه هيتم تنفيذ السوبر الاوروبي. يعني قال لك ايه، سيتم دفع 50 مليون دولار لجميع البلدان الافريقيه البالغ عددها 54 دوله الاعضاء في الاتحاد. يعني هيدفعوا الاتحاد الافريقي هيدفع 50 مليون دولار مقسمه تتقسم على 54 يعني. سيتم منح 3.5 مليون دولار الى 24 نادي المشارك في الدوري الافريقي الممتاز لمباراه لشراء اللاعبين وانتقالات والمساهمه في الانتقالات. يعني هيدوا الانديه ال 24، خد يا عم انت يقسموا 3.5 مليون دولار على ال 24 في الاول، مجرد ان انت تبقى زي كاس العالم كده، اول ما تاخد بطوله افريقيا خلاص تاخد مكافاه بطوله افريقيا وتروح كاس العالم تروح واخد مبلغ اوريدي. ينضاف عليه بقى المبلغ على حسب ايه المبلغ انت اتحط، وليكن هتاخد مثلا نص مليون دولار اول ما هتشترك، بعد كده على حسب المركز بتاعك بقى، خدت مركز اول بتاخد بينضاف على المبلغ ده، مركز تاني المبلغ القيمه بتاعته بتنضاف، وهكذا. هي بقى كده فتح باب كده للناس اللي هتشارك، 3.5 مليون دولار تتقسم على 24 فريق اللي هيشاركوا. قال لك ايه، مجموع جوائز الدوري الافريقي هتصل الى 50 مليون دولار لجعل المسابقات تنافسيه. يعني الجوائز مش هتكون للبطل زي ما بيحصل دلوقتي في دوري ابطال افريقيا، والله انت وصلت دور المجموعات تاخد مبلغ كذا، كملت الدور ربع النهائي بتاخد نصف النهائي بتاخد كذا، النهائي بتاخد كذا، هي نفس القصه. الاول هيبقى ليه 11 مليون دولار، بعد كده هيقسموا بقى اللي في المركز الثاني والمركز الثالث والمركز الرابع وهكذا، يعني اللي وصل لربع النهائي والنهائي. يعني قال لك رئيس الاتحاد الافريقي باتريس موسيبي قال لك الجوائز الماليه لدوري السوبر الافريقي 100 مليون دولار كل عام، والبطل هيحصل على 11 مليون دولار. يعني الاول هياخد 11 مليون وفي 89 مليون دولار هيتقسموا على بقيه الفرق، وسنساعد الانديه في التنقل من دوله الى اخرى، سنقدم مبلغ قدره مليون دولار للفرق المشاركه في المسابقه، مليون دولار علشان تقدروا على سفرياتكم. بيبهروا يعني الاتحاد الافريقي في بعض الاتحادات الاهليه او بعض الدول رافضين فكره السوبر الافريقي لانهم شايفينها تدمر الكره في افريقيا بسبب الاجهاد. هنجيب وقت منين؟ عندنا دوري مصري، مثلا عندنا دوري وكاس وسوبر ده محلي، وعندنا دوري ابطال، وعندنا كونفدراليه، وعندنا سوبر افريقي كمان. هتلعب السوبر الافريقي ما بين بطل الدوري وبطل دوري الابطال وبطل الكونفدراليه، هتلعب كمان دوري السوبر الافريقي ده مع عدد مبارياته ممكن تتخطى اكتر من 14 مباراه، 14 اكتر بكثيرا يعني. انت تتمن يعني يعملوا 8 مجموعات، يعني 7 في 7 14 دور المجموعات بس ذهابا وايابا. يعني انت هتلعب في دور المجموعات تاخد 8 من افريقيا، 8 فرق من افريقيا و8 فرق من جنوب افريقيا ومن غرب افريقيا ووسط افريقيا وهكذا. يبقى عندك تلعب 14 مباراه في دور المجموعات فقط، غير بعد كده طلعت من دور المجموعات بقى هتلعب مثلا دور ال 16، دور ال 16 تلعب دور الثمانيه ذهاب واياب النوك اوت. هننتظر وهنشوف عدد كبير ضخم من المباريات، فبيبهروا
وبيزغلل عيون الاتحادات والانديه اللي هتشارك بالمبالغ الماليه، وهي مبالغ مبهره بصراحه. لما يكون عندك تقدر تشتري كواليتي لعيبه عالي جدا وتنافس، انت تروح تنافس على كاس العالم للانديه مش نروح ناخد ميداليات، لكن هل في اجهاد؟ اتمنى انهم بقى يفتحوا القايمه، ها ممكن لو فتحوا القايمه الافريقيه زودوا عدد اللعيبه، فلعيبه تلعب دوري الابطال ولعيبه تريح ولعيبه تلعب السوبر ولعيبه تريح او هكذا يعني. بالنسبه للأرجنتين ورئيس الاتحاد الدولي لكره القدم، قال لك هذا المشروع التاريخي، والاتحاد الافريقي هو الاتحاد الاول الذي سيتبنى هذا المشروع، وسيصبح الحلم حقيقه في اغسطس 2023، وهذا المشروع سيفيد القاره، يعني بعد سنه من الان ستكون بدايه دوري السوبر الافريقي. نتمنى انه يكون مفيد بالفعل، والناس هتجرب وهتشوف لو في اي مشاكل ليها هتبان خلال التجربه وخلال الممارسه، واكيد هيتم تلافي عيوبها. المبالغ بصراحه تزغلل العين يعني. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله.